السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سيول العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شقة 160 متر 3 غرف نمو، ريسبشن كبير 3 قطع بجوار البحر والشارع الرئيسي والخدمات العامة داخل القرية وبجوار نادي دانا بلازا وحمامة السباحة. موقع مميز والشقة تصلح للسكن الدائم طول العام. شفنا مع بعض واجهة العمارة، نبص مع بعض على المدخل. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا ده المدخل، موجود اسانسير وحارس خاص للعقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. دي الشقة بتاعتنا اللي فيها العرض، وعندي هنا شقة الجار. الدور عندي على شقتين ومساحة الشقة الواحدة 160 متر زي ما قلنا في أول الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله، ربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب البايع والمشتري. عندي هنا ريسبشن كبير 3 قطع ومتشطب كويس جدا، تشطيب فول ممتاز، تشطيب جبسون بورد. ألوان هادية وديكورات ممتازة وجميلة، تشطيب 2021. على شمالنا هنا على طول موجود عدد الكهرباء الخاص بالوحدة. ما شاء الله، وعندي هنا مكتبة مع مصممة من الجبسون بورد معمولة للشاشة، ديكورات هادية وجميلة جدا. ندخل مع بعض نبص على غرف النوم والحمام، بتبني طول التوزيع للغرف. وعندي هنا أول غرفة نوم كبيرة ممتازة ومتشطبة، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد بألوان هادية وراقية جدا. ودي اللي يطلع لها بتاعتها، بتطل على الممر اللي بين العمارتين. ما شاء الله شغل جميل ومميز. وعندي هنا الغرفة الثانية، كبيرة برضو ما شاء الله، ومتشطبة، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد وألوان هادية وجميلة جدا. ودي الإطلالة بتاعتها، بتطل برضو على الممر اللي بين العمارتين. على يمنا هنا موجود الحمام، حمام كبير وسيراميك للسقف، وتشطيب فوق ممتاز. وعندنا هنا الغرفة الثالثة، دي ثالث غرفة نوم، نفس مساحة الغرف الأولى، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد وألوان هادية ممتازة جدا. نطلع مع بعض للريسبشن.
موجود في ريسبشن حمام خاص بالضيوف. دي أول قطعتين، وعندي هنا القطعة الثالثة. موجود عندي هنا مطبخ أمريكاني كبير ما شاء الله، ممتاز. تشطيب ما شاء الله فوق الممتاز. دي القطعة التالتة، بنحط فيها السفرة، ودي روت الريسبشن من زاوية تانية، وروت المطبخ من الأمام. ما شاء الله، نطلع مع بعض نبص على البلكونة ونشوف رؤية البحر ورؤية الشارع. ما شاء الله، عندي هنا بلكونة ممتازة جدا وكبيرة، شغل جميل جدا ما شاء الله مميز. عندي هنا موجود رؤية الشارع والبحر، على نهاية الشارع ده موجود البحر ونادي دانا بلازا وحمامات السباحة والخدمات العامة داخل القرية. ما شاء الله، كده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية، شاطئ النخيل، شقة مميزة في الطابق الثالث علوي، ثالث طابق بعد الأرضي، موجود أسانسير وحارس خاص للعقار. العمارة عبارة عن 5 طوابق، مرخصة ومسجلة في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكاملة العدادات الكهربائية زي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير كهربائية بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 160 متر، عبارة عن 3 غرف نوم كبار وريسبشن كبير 3 قطع ومطبخ أمريكاني واتنين حمام وبلكونة كبيرة. السعر 530,000 جنيه كاش قابل للتفاوض. السعر بالدولار 34,000 دولار. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم أحمد بهجت، صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، اشتركوا معانا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد في عرض اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير بشقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.